بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، أصبح من حق الطفل ذو 16 عاماً قيادة الدراجات الآلية الخفيفة. ووفق هذا التعديل فسيتم إعطاء التراخيص للدراجات الآلية بمختلف أنواعها مع توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفاتها ونظام وشروط منح رخص قيادتها مع تحديد مدة سريان رخصة القيادة. كما تمت الموافقة على مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة الذي يستهدف تعديل يقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مصر وما يترتب عليها من التزامات خاصة بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل. كما تمت الموافقة على اقتراح بقانون مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة باستحداث منظومة لوضع الإعلانات على المركبات بكافة أنواعها. معظم الدول اللي بنزورها هذا الموضوع منظم جدا وله ضوابط، وشكل الإعلان سواء إعلان شاشة أو ملصق بيبقى موحد على مستوى الإعلان بالكامل، تتولها شركات متخصصة. الحقيقة ده فحوى المادة اللي أنا تقدمت بيها، بحيث أن يبقى في شركة مسجلة تبقى معتمدة من وزارة الداخلية، هذه الشركة بيتقدم ليها، بفترض التاكس عايز يعمل إعلان على التاكس بتاعه، بيتقدم لهذه الشركة، هذه الشركة بتشوف الإعلان اللي هو عايزه، ثم تتولى التنسيق مع وحدة تراخيص المرور اللي في المنطقة بتاعته. يعني بوضوح شديد القانون وجد لينظم الواقع اللي موجود ويحاول انه يتفاعل معه، وبالتالي هذا التعديل هو جاي ليتفاعل مع واقع موجود. الشارع المصري على مدار السنوات الماضية شهدنا حوادث كتيرة جدا على مستوى الجنايات والجنح وغيرها، كانت حوادث لناس صغار بيركبوا عربيات وبيركبوا دراجات وبيسببوا بحوادث قد تصل لموت بعض الضحايا، وبنجد أحكام غير قادرة أو الناس حتى مش قبلها لأنها غير رادعة. وبالتالي المسألة هنا ابتدت أنها تحتاج لتعديل تشريعي، أنه النهاردة أنا في بعض الدراجات البخارية هدي فرصة لأن أنا أنزل بالترخيص لـ 16 سنة لعمر الشخص، وبالتالي ده بيعمل حاجتين: الحاجة الأولانية أنه بينظم الأمر ده، والحاجة التانية أنه هنا هذا الشخص بيضع تحت طائلة القانون. التحفظ الأولاني كان على فكرة السن، يعني أنا عارفة أنه في معظم دول العالم بيسمح للأطفال من سن 16 سنة وبعض الدول من 15 سنة أنه هم قيادة المركبات الخفيفة اللي هي زي السكوتر والدراجات يعني الموتوسيكلات الصغيرة والحاجات دي برخصة قيادة خاصة، ولكن يعني أنا من وجهة نظري إن إحنا في مصر يعني مش هو دوت اللي إحنا كنا محتاجينه قوي دلوقتي، خصوصا إنه في عدد كبير جدا من السائقين في الشوارع، فإحنا مش محتاجين إن إحنا نزود عدد اللي بيسوقوا وإحنا مش عارفين نضبط الوضع الحالي أساسا. في حقيقة الأمر التعديلات اللي تمت على قانون المرور كانت متعلقة بشكل كبير إنفاذ الاتفاقيات الدولية زي المعاملة بالمثل في مع السيارات المتعلقة بالنقل الأجنبي. إذا حدثت عملية معاملة بالمثل هنكون أمام أن السيارات المصرية التي تقوم دول أخرى بإعفائها على الدولة المصرية أن تقوم بإعفائها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى النزول للحد الأدنى للسن في المركبات الآلية ليكون 16 عاما مكان 18 عام، بالإضافة إلى أن أدينا عدد من الأمور اللي بتسمح بمرونة التراخيص الآليات والمركبات المختلفة للجهة المختصة. كما وافق المجلس نهائياً على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكذا مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. جدول مجلس النواب في جلساته العامة تضمن أيضاً الموافقة على 7 اتفاقيات تسمح بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية
للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في عدد من المناطق بالصحراء الشرقية.